أنا بحكي لهم أنا ثابت على قراري، ولن أتناول أي طعام إلا في بيتي، ولن أكسر إرادتي. أنا موجود الآن في مستشفى قبلان، لا أتناول سوى الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع إلى بيتي إن شاء الله. إن شاء الله. سلامي إلى الأهل، سلامي إلى أمي الغالية، سلامي إلى أطفالي، إني أحبكم كثير. أرجو من الله أن يعمل الأحرار أو الصليب الدولي أو الجمعيات الحقوقية على أن يأخذوا تصريح لأطفالي ولأمي لكي أراهم. والله ما بعرف الواحد شو بصير معه، حالة صعبة كثير. أنا برجو أني أشوفهم قبل ما غيب أو أصير معي إشي. حابب أشوف أطفالي. رسالة للعالم الحر، أشوف أمي وأطفالي.